يقول: إذا تعذر وجود العلماء، إذا تعذر وجود العلماء في بعض البلاد التي يحارب فيها الإسلام، فما هي الطريقة المثلى لطلب العلم، مع العلم أن أكثر كتب السنة يمنع نشرها وبيعها؟ وذكر بعض الأمثلة مثل كتب شيخ الإسلام والمشايخ المعروفين يمنعون في بعض البلدان. أولا الحمد لله، لما أغلقت هذه الأبواب فتح الله أبواب أخرى، فهناك استخدام الآلات من الإنترنت وأجهزة التسجيل، وإذا كان التسجيل العادي يكلف بحمله ويصادر إذا وصل إلى تلك الأماكن، فإن هناك تسجيلات ما تكلف شيئا على أقراص صغيرة تحمل الألوف من الساعات، فتيسرت الأمور ولله الحمد وفرجت. نعم كان الأمر مستغلق، لا يمكن الخروج من هذا البلد ولا يمكن أن يرد إليه شيء، هذه لا شك أنها مصيبة وكارثة، لكن الآن البدائل موجودة.